بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكيل لو بقول ثمانية اللحاد كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بين قسو جري باب النهي عن المسألة وحبابها ريبد الله يسكر ريبي سؤاشة إيه بريضة الله يسكر ريبي. أصل السؤال إلهي غير كين وحلا ويديستو وأرنا الدنيا لو ويديستو أصل كيسو وكراه إن بدنا كمدنا حرام بون نقضاء هذه المركة الضرورة وعن دباته وين أي سنشرين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب أبو الحسن الكوفي أخبرني معاوية بن صالح الحضرمي حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي الإيادي عن عبد الله بن عامر اليحصبي وربني يحسب الله تري أمرك وأنك قارئ عبد الله بن عامر بن عامر وتقان قرادة تضبطة وذاتك قطر سناوي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال وحور وذاتك سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ما يقول أصول إياكم ورزك هذا وأحاديث يورر يا أحاديث عن سجني إلا حديثا حديث مين كان أهانجر في عهد عمر أخبرتي أحاديث النبي قال لقد تبين جري حلق سيدنا عمر موين أحاديثك لبال إسكتشرو حال كذا أقاذا إسكهب صدو إياكم وأحاديث تروى عن النبي وي إسك إلى لي أحد النبي قال لقور أنه أيضا هب صنين سقنان شهذا إلا حديثا كان أهانجر في عهد عمر فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان وحي يخيف الناس ذاتك كي عبسي وبتشي في الله أي في حفظ أمر الله سبحانه وتعالى. يعني عمر وحوها لمن حلو أسوق النولا أن شيخ الشيخ اللو كينين أو إلهي حق يسي حق الرسول كبار دورة أحاديثنا هبصدا ذاتكونا أي كعبصدا إن أن وحيسا هبصن الشيخ سيدنا مركة مع وحوري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أسول عن مغلى رسولك إلهي من يريد الله به خيرا نكو إلهي خير لا ما يستنى الله دونوي مطلق الخير معها من يريد الله به خيرا خير الكامل خير لا ما يستنى نكو الله دونه يفقه في الدين الدين توافتيا كرقا كذي برشاد يده. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك إلهي مغلى إنما أنا أروحان أهي خازن كيد هي كيد من هيايو وحال لي ديبي وان هيا فمن اعطيته ان كان كيدك وحكسيه عن طيب النفس النف وانا جيت هنقول سماء كسي اصق حقي سا فيبارك له فيه ولو بركين نك اصق نكي ان وحسيه سو قلب سنه ايمان سنه وحي ان سينا قاتا فيبارك له فيه ولو بركين نك اصق ومن أعطيت إن كان الدنيا وحكسي عن مسألة سؤال يا بريو يا نبي سي أنكسي يا وشر إن هنقل تاجد الدنيا له هنقل تاجي كان إنك وحنقنا يا كالذي مد يأكل وحونا يا ولا يشبع عن رجين. حدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا سفيان بن عيين أجد عن عمرو بن دينار المكي عن وهب بن منبه ابن كامل الصنعاني اليمني عن أخيه والكي وكتبني أحاديث كهمامها عن معاوية بن أبي سفيان قال السحابة وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا هكو حيال دارانين في المسألة بريد يسؤاش روح مركض وحويدي سنيسا يان لقوع العلين ان لقود بن فوالله الله أن قدرت لا يسألني ما ويديستو أحد آدم منكم منك إذا بذا شيئا وحد الدنيا وفتخرج أي سارتي صوب حسن له ننكي مسألة سؤاشيس مني أنيقا شيئا أي وحيقا صوب سارت وأنا له كانوا أنا وكهصنا يوديب سنة يوحن سيني فيبارك الله وبركي له ننكي فيما أعطيته وحن سيني مرد عضبنا وعلي صلاة والسلام ننكي سؤال يقول العلية يقول لبا كدبنا أنا وكهونا يوديب سنة أنا وحوتاه وحا أسقى الله وبركين ماي سيدة النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تلحفوا هكو حل دارانها علعلنا في المسألة أي في سؤال الناس الدنيا ذاتك سؤال الدنيا ودي سنيسا فوالله الله قدرت لا يسألني إما ودي أحد منكم أحد إذنك إذن كتر سن صحابة شيئا وحد الدنيا وفتخرج أي صوصارت له ننك أصدقى أصوصارت مسألة سأجيسي مني أنك شيئا يعني روح باقو ربيا وحد المرك رضي الله عنه بحساء ما آتي سايا لغايا با إسكاء مسيئ إسكافوشي إنا تكو ديبتو تاسو نبو كهالله يا وانا له كانوا أنا وكهو سنو يو ديب سنو
وفيبارك لو بركة مدع ذوي فيما أعطيته وحا أنسيي أو شامرك آدي آد بيقو أدكتا نبق مرر بضن أيوحو لبحين جراء سوء ديدن إن لقدتم بخيل لما يقعان أذيك منافقين بضن بان هوشا نبي كل بيتشيري حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم بأنه إيمان دونا كون كنت يلحب كون إيمان دونا إن قوما خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني ولست بباخل نوحور عليه الصلاة والسلام قل يا وحيد درنسيا لبقد بإيك لبرزته إن يسي خلدن أو قلبسن أو حرم الدرا وحي ويديستا ومركا وحانو ديدو هذا وحدي ذن أيضا النبي وابخيل وبين أن يبخلوني إن مركا وحدي ذا يو ولي بإذاب درن وقاب خلطا وحي ويدي سنة أي هذا نرد هذا النبي وقعن أذقي هاي ولست بباخل من النبي عليه الصلاة والسلام أنا وبخيل مئي ما قعن أذقي لكن أيها حمان إلى الدون إياه يعني نكاس سجل الله بركين ما نبي مركا إنه بحوي وبنان تاي كي قاتين حرام بكتاي وهو حاجر بحين تيسو أي خوب بنان تاي هذا عرض قاعد يشرب تذا كدي فعاني لكن كقاضنا يا أي حرام كنت هاي وحدثنا ابن أبي عمر المكي ابن أبي عمر المكي محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي ما مقع سلا إذا ذا إن بضم بيتصمرتين حدثنا سفيان ابن عيين وكوذا عن عمرو دينار حدثني وهب من أبي ودخلت عليه وحن أوقق علي هدان هاي عمرو دينار ودخلت عليه وحن أوقق علي وهب من أبي في داره بصنعاء قرقس مغلا صنعاء كويا لعاصمة يمن هذا فأطعمني وحوحي قودي قسيي من جوزة في داري جوز بالك جوز قال لي هذا قولي سيا الله يبوا حيقة سيا جوز كان هذا وهوين أمو قنبه وتقانا ما كان يري الشاه القدر سيدا كوسكوسا ميري سيقدها لا, 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 لا استعمال فأطعمني وحيقة سيا يقودي من جوزة في داره جوز قولي سيا الله عن أخيه بيقتبي وهبا كب ورني ولك همام قال وحوري مرك همام سمعت معاوي بن أبي سفيان ورمبت ثم رئيسين ورواية هوري أهيد عبد الله نمير عن سفيان عن عمرو دينار عن وهب عن أخي همام ودنك ثم رتيم بوي محال الله سعودة يقول أسوق لسمعت وحان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مغلي فذكر وحوش مثله مثل الحديث السابق يا شيخ يا ابن أبي عمر المكي بشيخ حديث كي محمد ابن عبد الله نمير وكلو شيخي وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب بن عبد الله أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي عن شهاب الزهري قال وحوري ابن شهاب حدثني حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري قال وذاتك وحوري سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو يخطب أصغر خطبين يومين برك خطب يقول له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاب المغلو يقول له من يريد الله نكو إلهي لدونه به أصغر خيرا وناك لدونه يفقه حفها سيا في الدين الدين تفانسية نينك إلهي خير لما يسترن أو جنة كقلو الدون أكبد ربي والله دون الدين تأيال لفانسية رب رشديدة يقول لغان كذا وإنما أنا وحان أهي أم هذا النبي محمد يقاسم قيبي ويعطي الله الله أنا بحية وحسية أمته أنا وان قيبي ما شاء الله قيب إي أحد كان سين إلهي باهوشا مسؤول كأ إنما أنا قاسم نبي حكولي عليه الصلاة والسلام عدل بانا العدالة في القسمة والبلاغ هدو النبي والدين تفافينا ينا والرسول مبلغ هدو أدنيا قيبنا ينا وقاسم يكايد هاي لابدو مكا النبي عدالة بكوة ذي عدل في القسمة وعدل وعدالة في البلاغ والرسالة إنما أنا قاسم قيبي أنا هاي أو رسالة الدين المدان قيبنا قارسين إياه الدنيا دي وحي عنده سوق قالنا امضان وقيبين ايا ويعطي الله من شاءه الهي بانا ننكو دونا وحسين يكو آدين ايا احدا انوكو كسو قدتكي اما انك ايحان ايا مجرو وحان ملقو اما ربي بانكو بحي ننكان سيو اما ربي بانكو سيو اذا ربي وحان بحن قدر كسونا اذا بوكو سعودا هول هول شو اسكها مكسي اما زان دونا يلا ما اها نبي تاسو عضيني عليه الصلاة والسلام معلو شايتكم مركو حاوي سؤال شو أصل كيدو ابن آدم لو يديستو ويدب بضان تهي أصل كيدو وكراهو وحاكو تشيرا لبا صدح الرموضو ذل السؤال سؤال شو أضوح ويديسن روح أدبري ذل با كتر وچي قادات إبسانيس
بيها يشرفت وجه الضالين إيسا وادس دير إيسا وادس ألا إسحقان يمركوا ذل المسألة وعقل كجرة ذل الرد هديبة وحلوسين وايو يحيى حيا خش الكميشة كجرة يحنونك الله كل ميزو واد قرنيس حبكو مهلك رأو رزكتك ما هيو نما انت قدتك تي قدن شيقت تي وحجري وحنجرين باقت قبت تي وكاردقا جيي مركز اسمه تشيرتو سعودك تلاوضا كهاللابي وازلق في قدادك سدايا ان لقوله هاد موديس والقراتين بان امالين ذل المسألة اي ذل الرد ايا كجرة وحكى لو كجرة اذية المسؤول كوحلو ويديني واطلي بيسا سقون عليس بيكوتا هاي والرفاضية صدح لا الرماد بباش وحنبارسان تاي ذل المسألة وذل الرد على سائل فارغ اليدين إيوه أذية المسؤول صادرتيت قضبك أفراد أخا ترسان يقدر علماء وحاوي صدح لامك لغا صوتك بين آدنك وخسيسة باهيضة ذل آدي أحدا هي ألا كأهي من غير ضرورة من غير ضرورة مركب باشاسي الله يسكى إلى اليوه لغا فقاد حديث مركب بابك قصة أبسونا أصل كيدا قطوصة هي سؤال إن الله قاين وحيبه شرع بقصة ربطين موييني أيو إمامك وضيا باب المسكين الذي لا يجد غنا ولا يفطن له فيتصدق عليه مسكينك ومد كان هلي مسكينك ربط أو حوي الذي لا يجد مد كان هلي غنا ديقت مد أن هلي يعني أنا أسكف الليل وحكف في المهل أيو كعش أيو كقد يمالي ولا يفطن له لو دقيال مايه للدريم مايه وفيتصدق عليه الوصدق مسكين كدبك وحاوي نين كان اسكو في الليل ددكنا اي سندريمي باهيديس اسكا داشان هي اسكا فيران هي اسكا سليديسان هي مريديس يرد اسكا دقان هي ومود اسكا دحجر شاد اسكا توكاني ددكو مرك انو وحايستو دقان هي موديا وما دريميا وحو كعيد غانا ما بهايستبا مسكين كدبك اكاوي المسكين الكامل في المسكن اللوجد الذي لا يجد غنى اسكو ما في الله واحد يقم مهلا هيو باهدي سنة وما دوما بندقة هيو ومركا لدورو في لها ولا قرن لها كاسا مسكين كدبتا مضنع وحلا سيو ولقا ورقبو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن يعني الحزامية عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان بمقعس الليل هذا عن الاعرج أعرج مقعس عبد الرحمن هرمز بالي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حور ليس المسكين ليس ما أهنى المسكين مسكين كربت أماءها بهذا الطواف متكن وريقا يدور سنية إن كان نصوه دوين كوريقا مسعيدة كي استاقها يحوك سنية كان مسكين كربت أماءها الذي كاسو يطوف على الناس دفك قضى وكو وريقي وفتردها يعني ليس يكفل أنتهاي وقولوا قابا كغن نقونا سؤاشي اللقمة أفقلس كبسة دلة سيقوها ندى أفقلس يلي ما هي العكاشي الرباني فتردها يعني ليس اللقمة أفقلس باعلين هي يوال لقمة إلا با أفقلس حبا عنشير اللوتة قام الروتي أما مرداسي اللي سيبا كفلا يوال التمرة حبا التمرة يوال التمرة اللبا التمرة أي علني كام مسكين كدبتا أماها ومسكين ووحا وريشين باهبا أبدا لكن نينك كم مضنا ما هو نينك كم مضنا إيو حلا سيئو نينك كم النابع ماشى كم مقن سحابة الحوية بين الدعور في إعادة وعي وعي قانا مسكين نينك وريقة هي الدور السنة هي نوية هي ودوين كتاقل قالوا وحدنا سحابة فما المسكين نبي الله مسكين كدبت أواي يا رسول الله رسولك إلهي قال حول الذي ومتك لا يجد أن هلين غنى ديقتمت يغنيه الداقة وحكف في الله ضوء ومضعه كقم ماربان هلين ولا يفطن له أن لو دقيلن يعني أن لدريمين لفهمين باهدي سي بقتديسا وفي تصدق عليه وحلو صدقيسان لا دل دريمه ولا يسأل الناس شيئا تدك حما ودي سنين ولا يسأل الناس شيئا تدك حما ودي سنين أصيقين لفهم ما هي وحكو فرنا ما هي سوى نكا وانين دب علوس اوهايو قبل نمان اسكو عليني نكا سامر كمضاين لو قرب مدوه مركي حديث كسهل ابن الحنظلية في السنن لو نبقى لو نبقى الله ننك غنها هلها يعني سؤال أبنا واكوما واكي غنونا وقدر كي وحوى قدر قدر ما يغذيه ويعشيه ننك غنيك
في المسألة، غني في الزكاة، هي غني في المسألة جرى، فقير في باب المسألة والسؤال، هي فقير في باب الزكاة باكلا جرى. ذكر بين صوفا فايني مركز السؤال لما رأيه هي توكس يدوح ويديسي مربعة واحد قعد قشو بري أروتنا تقول اعتاداه هي ستسؤال شو واكا ممنوع لأنه غني بات مركا أيضا زكاة زكاة حقوق بعض فقير بدنك كنقو لكن باب السؤال ما كلام مريو كم ما بنانه مربعة واحد كعد قشدد هليس والله ستبوش هذه يبري حقوق مدرسي أدمن كرتو لقوم أقول سؤال واقع حرانتي لأنك غني باتاي في باب السؤال والمسائل والمسألة قدر ما يغذيه ويعشيه. مركا ليس المسكون ذو حيلمتا حديث كيكالي ليس الشديد بالسرعة ننك حق بضان جيسي غاماها ننك تتك اللقدة يقول كاردك إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب واتقار نيسان يعني ننك هل بتكسو حق بضان لكن وحاك حق بضان ننك نفتيسة كأت كاذا إيه هنطي علي إيه صبري أسوكو لقع علي إيه أمال الظلمي سيدنا وكالان كان دوريغا يباهي باهي سوى مسكين في العرف والشرعي واللغة انتوا مسكين لكن وحاك مسكين سن او كم مدن او كقب سن ان وحلا سينا كم مدن متكا ننكا دبان اساق سوء دبان يو دبان تدك حبان ويدين باهي سنة قرصنا يقوبا نماذا لنول. حدثنا يحيى بن أيوب المقابري وقتيبة بن سعيد البغلاني قال ابن أيوب يحيى بن أيوب حيري حدثنا إسماعيل بأسق يري وهو إسماعيل كن ابن جعفر بن كثير الزرق الأنصاري الوهي أخبرني شريك يعني ابن عبد الله بن نمر المدني عن عطاء بن يسار الهلال مولى ميمونة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ليس المسكين بالذي مسكين كربت أماءها مسكين كربت أما بالذي متك ترده أي علني الباب كرقاشن التمر وتحبت تمر اللوت تاجي يو التمر تاني لبات تمر اللوت تاجي ولا اللقمة يو اللقمة كده جنتاي يو ولا الذي ترده متك علني سنة ما اللقمة هل أفجلس يو اللقمة تاني لبات أفجلس إنما المسكين مسكين كربت أو حاوي مضني وحلاسيو المتعفف عن المسألة المتعفف نك كرور سك إلى لي سؤالة اقرأ وآخرية إن شئت مضاد دونتان حديد كمخرات تقيسة لا يسألون ناس إلا حافظ تدك موي ديستان كعل علن إيوه لبت كموي ديستان للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلا حافظ. إذن وأماني تدك ربان جهاتك بيكون مشغولا يغزوه إذن كسبك يا هولو ربي كم مشغولين وانا باهين رب علص باي دريميا ومع ذلك واس اسطوريا واقق سنيا كواسا مضان وحلا ترو. وحدثني وحا حديثك اي تبي لا يسمع الناس الحافا الحاف كاسي وحاف السري حديثك ابي سعيد في السنن من سأل وله أوقية فقد ألحف من سأل وله أوقية نينك بناء آدم وحوه تساقوا هيلك لأفرتن درهم وقيضوا وأفرتن درهم بيودك أنت وحاذ يروي فقد ألحف. وفي رواية من حبان فهو ملحف وكوع العلي الحافكم ماءها كلينا سؤال شكوع العلي ونباوي ونخلطن وتوكسن يو وإن أظن مضنين إن أضلك وحوه تساقوا حتساء الحاف كل وجه ذا ركاد انت يا الحاحي انت بس ما من سأل وله أوقية فقد ألحف قطوس الرواية أبي داود فقد ألحف وقيادة محيولة أنت أفرتن درهم لعاتة نبوح يكود قيسا شان وقيادات هل كو قيانا وأفرتن شان أفرتن لقود افتوى الله بقلو الدرهم مركاسي الزكادو أي واجبتا أفرتن وقياد العقا هذا جروي ننكا مركا ملحف كوانكا. وحددنا أبو بكر نبي شيبة عفوا أبو بكر ابن إسحاق واسمه محمد إسحاق الصاغاني حدثنا ابن أبي مريم نسبة إلى جدي سعد بن الحكم باليده أخبرنا محمد ابن جعفر ابن أبي كثير الزرقي إسماعيل كهروال الكيوي محمد ابن جعفر ابن كثير الزرقي الأنصاري إسماعيل وهو ابن جعفر عنه أخبرنا شريك نكسولها ولا الكيوي
أخبرنا الشريم عبد الله بن أبي نمر المدني، أخبرنا عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنهما لبدا وذا تابعي سمعا وحي مغلين أبا هريرة يقول، أبو هريرة له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إسماعيل، وحدثني أبو بكر بمثل حديث إسماعيل ساسس كوحرانة مركم مسلم بمثل استعماله وذكريه وقال من نقوصا لهين لفظ هروح كب اللابي لفظ الأداء والرواية أهابات كوحريزة. وحدثني أبو بكر بعد كيت بيوي بمثل حديث إسماعيل، حديثك إسماعيل ابن جعفر أطول مرتين لفظ يسيا متن يسيا معنيه سبو يتبي أبو بكر من إسحاق عن شيوخه إلى آخر النصاص ساسين قنيس ذيك لو حقوله وذكر أو إنك متابع أبو علن وذكريه وقال غير أنه قال أطول مرتين هذوس كوشي جن ماشي لس كم متابعي وسوا حديثك هو بمثل حديث معيل كويدا ذو حاوي وحطوا حدا يساوي حدثنيه فلان فلان بمثل حديثي إسماعيل بويج يعني كامر كاد التابين هي متابعنا ومحمد ابن جعفر ابن أبي كثير سوى متابع ولكي إسماعيل ابن جعفر ابن كثير الزرق الأنصاري. إذن مسكين كذب كامد كاوي هديها لقى ورقبو بن آدم ما تاد أنتو بخلق بطي أو باهيد بطي أي أنك قراع كجاية موي إن حصوص التبادات المساكين تايدي قيمها بدناء جوب كآية استوري وياك تايب كوي كجفال هاي جي كجيس قراع هاي يا محبا كاسو ريدي نب قور ما روح كلو حصة طورت. باب كراهة المسألة للناس كوسي قال لك كوسي دي لدي بسادي دات كين وحلا ويديستو. وحدنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله على ابن عبد الله على السامي عن معمر ابن راشد أبي عروة اليماني وذكرنا يزن عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، أخي الزهري زهري ولالكي وعبد الله المسلم محايل محمد مسلم وسقال لي هذا محمد بن مسلم ابن عبيد بن شاب بن نصر وذكرنا يزن ولالكي وعبد الله المسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أبي عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحول لا تزال المسألة بريضه يسؤاش كزول ميسو بأحدكم متكين كهري ميسو أما مد دين هي اللوجدات سؤاش مد دين إيساء وبريض يطوكسك الدين ميسان حتى يلقى الله إلى أحد كلكم المسائل كأه وآخر أطقوه والله صوح عشريه وليس في وجه يسو وجه سائس كؤول مزعة لحم قطعة لحم هبا يراتوح هيربأه وجهك كافيق ما هي هيلبك يا سانتي مقارك دعها هي وجه الفقر روحه يا داخر لا ايمان يساوي لان الجزاء ومن جنس العمل ادونك مرك لا جوغي يا وجهك الى شان ويد وجهك يا دوري ويد شربت ما قعدت الى لين ويد وجهك بعد كو خمارتي واد حشوم ويد سوما ان اخر لا ديريا. وحدثني عمرو الناقد حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن علي عمرو بن محمد الناقد وقرنيسا اخبرنا معمر عن اخي الزهري عن اخي الزهري مركا عبد الاعلى وحا متابعينه وذاتكها اسماعيل بن ابراهيم بن متابعينه بهذا الاسناد سنه ثلاثه صومرتين بمثله انه قلت ولم يذكر موسى شيغين اسماعيل بن ابراهيم موسى شيغين اللي محاول عبد الله بن عبد الله السامي عن معمر بطومر تينه موسى شيغن مزعة اللحم وحوكو قابس وليس في وجهه لحم بوسو استاق اصوري وليس في وجهه لحم اسون وجهه سهيلي بلاهين بو امانا يابو كوكبي ماشي مزعة اللحم مزعة وقت على قبل كوحا يربى لي هذا يعني وحبك ان كا الى الليل حديث كي ثوبان اي حديث كان اسوى الله معناه اي نكون مري بزاري أحمد ورنه ينعفر إيو داري نبا من سأل مسألة وسقى قيد كالشيغي لا تسأل المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجه مزعة لحم وحلو جيدا سؤاش عن ضروري قاهي اتكدق دونتو مدى ضروري قاه يضلق ومهي استمحان عدري حديث ثوبان من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجه يوم القيامة نينك دادك وحويدي سوبر يا أصوه كب مار ميكرا كانت سؤاشي وحين نقول شينا عمبار يدالي عيب
في وجه يوم القيامة مركة لا تسأل المسألة ومسألة عن بناني الشرع وصن أقولين إذا هيستو قدر ما يعشيك ويغذيك أما أذهل كرت أفرطا وقيودات إن ضروا إن كوكا لفين بألو جيدا. حدثنا أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب المصري أخبرني الليث بن سعد الفهمي عن عبيد الله بن أبي جعفر الكناني عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع حمغ لأباه يقول أبيه عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل قف كزول ما يرق ضمر وأسكميده وأمه القبس وتغليبه يسأل الناس ضدك إنه حويدي سني يعني إنه توق سني وضبري ضدك مدينيس ما يزال الرجل نكو كمزولي يسأل الناس ضدك إنه حويدي سني حتى يأتي إلى أيماد يوم القيامة مالك آخر وليس في وجه سن وجه سوس كؤول مزعة لحم قطعة لحم وحيره هيرب أبو سكول هيرب أسوه اللهين وشيغادو يد آخر إيمان ولقاد ديري ولقو عيبي ولقو فحشري سؤال شيء يبريض مركة ضدك هل اسكتش وشيو وحايد الروعة وقوني حديث كسامرة ابن جندب عند السنن المسائل خدوش يخدش بها الرجل وجه يوم القيامة سؤال شيء يبريض ودخر يا حنقر وفشو يا حاجة شو وش قد الحقنيس آخر مرة واحد ما نيسادو وش قد وديرن يا داس كده مية وهي ثم لو واحد وش قد حلو لو في قي أو لو تما هاللوغا في قي إن لو حشودو هل كنا واحد من نحدا اللي يدا ما شاء طم ب من نحدو تما هو حلو ويا لإن إنسان يحيحين ما حشودو صدر تيب من نحدو يدوي كلي دوركو يدوي هوي وجهنا نسرقته ما أقول وجه أن لا دارين بالدنيا إلا لضرورة هذا الرك وعاتنا ضد جبعة ووحي كسيان أن كوج عين أن كوج دل عين وباهيد باهيد أن كوج جود ليسنين كوا ضنت هذا أشيب حدنا أبو كريب وواصل ابن عبد الله على عبد الله على الأسدي قال لا بدأ وذا أبو كريب وواصل حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان الضبي عن عمارة ابن القعقاع الضبي عن أبي زرعة واسمه هارم ابن عبد الله بن جرير هارم بن عمرو عفوا بن جرير أول جرير عبد الله البجل أو يهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس منك دتك ويديست أموالهم أن تدو ويديست تكثرا حول بث ويديست أو حكر لست باهي أقيس مجرته ضرورة مجرته حيو عاو واحد كعيد شواهده ستا برنا قرع وقصح أنت لكن أسبوعا هوش سميل صار بشان بيل كذي ميلا دكتيت هوش أسود هذه نية من سأل الناس هذاك إنك ويدس أموالهم من تدو ذي تكثرا حول بث درت فإنما يسأل وحدتك كقاضنا يا ويدسنا جمرا دمبرا ناريت جمرا دمبرا وحو قاضنا وارد حلو لقوا عذابي فليستقل لها يا رئيس تدو حوش هدود ناسو أو ليستكثر أم هبط صدو واحد أرسنا يسو أظن ضروكو هين وارد حلي دمبلا ناريد أما هاد ضبط صام اسكو يراد كوتال آخر واد إيدي وي هاد ضد يا رئيسنا واد لبكا كو يراندونا هاد ضبط صتنا عذابكا كو بضندون فليستقل أو ليستكثر ومسالك مسالك اللي يجي أصوليون هو أمر التهديد أمر التهديد وي يعني يا رئيس أما بصدو فصح معها هو جودي جودي وي ها ألو ويهبلو وكاس عارق فكي ويمانت ما حدو جدا ضد فكي سواح كقولع والأقاد أن تاوي هذانا كشكولين أما أنكم كبوش بحنين يعني التهديد وي فليستقل هيا رئيس أو ليستكثر وجود وي مركز قيد كان قيد كان تكثرا يوم من سأل مسألة وهو عنها غني وقيود لا بد منها وعيد كاسنا لك قبت بادي وعيد كحو خصية نين كبيرة كل عي حرانا كل عايو أسوقن ضرورة هي سنين ديقتوم كرا عدقل كرا ومد كل بيا سؤاش كاسوي حدثني هناد بن سري أبو سري الكوفي حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم الحنفي عن بيان أبي بشر أبينا وبشر أسوقن يدي سنوها أبو بشر بيان من بشر الحمص الأحمسي عفوا عن قيس بن أبي حازم الأحمسي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن قال حور وذاتك سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو إنو كالله
أحدكم مدكين إنه كالله أرورت بحو أو في حطبا صوحا بقرتو على ظهر دبر كيسو قريكو سوق وقاضو تربنان قاو بحضو ميلها ميجو تولوين كيو وتصالون إن تصوحا ما لا تنبلو جيدا أما جوان دبر كو قاض أما حبا سوق قاض لأن يغدو أحدكم مدكين إنه كالله في حطبا صوحا بقرتو على ظهر دبر كيسو كسوحا بيستو فيتصدق به حابد أوصدق يستويحي كصهر باهديس ويستغنيه وكقد دقتم به حاب قرد من الناس آدمها أي خير له أو خير بدن أو قوان أكسن من أن يسأل رجلا إن وحويدست من غير كأن وحويدست إن حمالته أي أعطاه أنتم النبي له أعطاه أسية أو منعه ذلك ما أدي ديابا بن آدم هذا مركض باهي وشيقته لما مدنوه إن وحكسيه إن أتكوي ذوكو قدي لما مدنوه لبكا محاكو شلي شل محاكو قلن إيه وش الديري تهداد حيوك سنكر تحيوك سو أيا خير له وغوانا أكسن يعني خير انت على أصلها ما تفضيل ماءها تفضيل ماء يعني توكسي إيه حيوكسي ويكلف في عين ماءها مقصودك إيه توكسي قال له جوجيوي خيرين مركة تفضيل ماء من باب الفاضل والأفضل ماء يوام حي ويحنطه ويتوكسه وحابه قرد كونكس أعطاه سيا أو منعه دي ذلك أرنك أسقع فإن اليد العليا قعنت سريه وحبحينيس إن توكسنين أي أفضل كونكس من اليد السفلى قعنته سيا توكسنين وابدأ كب اللو مكا وحبحين صدقيسا في الانفاق بمن ضدك تعول آد بيشو ضدك بيلك الواجب كوية والدك أي عرور تاضئي ضدك مسؤولك أذكرت هاي وحب حنتي وحسيسك كل بالله كدبنا أمتك لأقذب عايز كأن بدن بين الصمر فإن اليد العليا قعنت السراء وقعنت وحب حنيسة إيه وحصل قيسنيسة وحاكل اليد العليا يد الله سبحانه وتعالى والنقل صمر إلهي قعنتيسة وحاكل وقعن سراء اليد المتعففة قعنت كرده ورسانيسة سؤاشة يبريضة إيه طوكسك سمعنا الصمر فإن اليد العليا أفضل وكقيمة بدنتها من اليد السفلى قعنته سيسة وابدأ كب الله في الإنفاق وحبحنت وحد كب الله ذا بمن دول كتعول آذ وترتد بمن تنفق عليه باللوجيد وحدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون السمين حدثنا يحيى بن سعيد القطان بوجد إمامك عن إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي حدثني قيس ابن أبي حازم وذات كمك إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي وحمد طابعين يوذاتك ها بيان ابن بشر الأحمسي عن قيس ابن أبي حدثني قيس محوك أنا مركة ننكورا أنبو سويري ننك أن حدثني بوري حدثني قيس ابن أبي حازم قال إمامك وحور قيس تابع كبير هو إيه عشرة وحكورية أتينا أبا هريرة أبا هريرة أيانه أتقني فقال وحور أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والله الله أنكو دارتي نبي قدارنا للتأكيد هذا نقول أرسل نبى دارك قرطا صد هذا القوي عصلا يسوع عليه كيس أدرى إن سر روح هذا حشيش والله الله نقول أرتى لأن يغدو إنه كله أحدكم متكين أو بحرورتي أو في حطبة أو صحابة قرط على ذهري دبر كيس وحابة قصو قرطه أو في يبيعه أو يبسده ثم ذكروا حشيجي كما إسماعيل بشيجي بمثل حديث بيان سمارته حديث بيان أبو بشر حديث كيسو أكلو الشيغة ويحق اللفذيغة أو إيبيه هذا مكال الله سعطب فيبيعه فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له حديث إلى آخر الحديث حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر ويونس بن عبد الأعلى الصدف المصري قال لبدا إمام حدثنا ابن وهب بن عبد الله أخبرني عمر بن حارث المصري بن يعقوب المصري عن شاب الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن ابن عوف مقعيسة سعد بن عبيد باليده أبو عبيد كان سعد بن عبيد باليده نمان بقى مقع أول كده مقع أبوه سوء كيسية ويدع ذا انبضى أنه سمع أبا هريرة من يقول أسوء لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم متكينوا صاحب كرت حزمدوا حقا شوحي لقوة قدال ليده هل كاس إلى هل كبحي حبت قدانا قابطي هل مرسال الله قاضه أي حزمد على ليده لأن يحتزم أحدكم متكينوا صاحب كرته أما صوحة قال يستو حزمة حقوله من حطب حاباء وفيحملها وقصه قال حقشي أما حابدي أما الرضي على ذلك دبر كيسة فيبيعه إيبيو يا خير لأغوه ناقسا من أن يسأل الرجل إنه آذان وحوديسته
يعطيه سيا أو يمنعه أديد يابا أنا هاسي أنا أديده لبضا منهم بيتقي وي وواقعي روحينا وحكسين وحكود لبضا وي لبضا مركا أما هاكسي أما هكود ديدي وحاكا خير بدون وكوان أكسن إناد سوحوك سوطوح بعد أن آدم ويدي سنين. إذن الحث على الصدقة والنهي عن المسألة ويباب كنا أكدوا الوريقية بالله حديث كان يقول بالله إلى هذا وحين وضنا أمضى وحلا سيا وحلا بحيا إنا خير بضان تاي أو حلا صدقة يستو سؤاشون أي بأن تاي اللي يدتو إيا بريض سمال ويا قانا وحيدا بريض بضاني بكتب بضان با وقال لسكنا هبل بحان وصان صوب بغن إنا كينا وقال بغن هتنا وحال وقال كتنا والله هيا بلينا كينا اسم تولبو يلا بلينا كينا ما يكتب وين قد يلا دي حنون بضان أسوه مدن محاك الدول طلو محوحوني محاكم مقن ninkaas wala wala daba taagan yahay waxa uu sameeyo weyna dambi waa Allah ka galay xog Ilaahay baa ku dirahay wada kutubayaan marka dam wada kutubayaan qoli Soomaaliyeeda intay xajiiroon qoli bargi ee sheekimid oo haya arkay mid baa wuxuu rewelo dadku waa ka wada ilmeen haya marka Kacbada la yimid aniga adigu maxaan ugu dhacay noo madad baan dilay kuwan dambiyay soo galeen waxay loo yahayaan waxay biyeen bay ogihiin bo anagu maxaan galay Soomaalidu waa sidoo dadooda wey inuu asoo suqiil bixiyo jecel yahay intuu dhiilaa war qalbigeena ingegay oo inagu waxa wey waan daxlaysanay oo nag baan noqonay waan maraasanay ama waan awdanay iyo wuxuu leeyahay kuwan waxay loo yahayaan wax badan bay soo kharbudeen waxay galeen bay ogihiin anagu maxaan beenay حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلامة بن الشبيب المسمعي قال وذلك قال سلام حر حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان أخبرنا يحدثنا أبو ربيع يمكن وكل الدوكلي عبد الله بن عبد الرحمن الدار أبو محمد صاحب السنن صاحب السنن نكت قرن يزيد أو المسند بالليل هذا وموضوع كتاب سوا تقنا سلام بن الشبيب المسمعي قال سلام حر في رواياته حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو مروان كنا سان مروان بن عوات الفزارة أيضا وقال أني وحول بذاتك هو ابن محمد الدمشقي المروان بضم ماشا دعيه قال حدنا سعيد وهو ابن عبد العزيز التنوخي عن ربيعة بن يزيد الإيادي عن أبي إدريس الخولاني إدريس الخولاني عائد الله ابن عبد الله بن مقعي سلي وقرنا إسان لك هو مشهور بكنيته عائد الله ابن عبد الله عن أبي مسلم الخولاني واسمه عبد الله اسمه ابن ثوب عبد الله بن ثوب على هذا ولد كاس أبو مسلم الخولاني ومشهور بين المسلمين عالم إمام من أئمة المسلمين وفي الزهد والكرامات والصبر والثبات رأي من أدبوها وقدم بنا رول بضم بمري مركي شيطان كي أسود العنسي أصابحي المتنبقها إن أبني بدأ الشكتي المسلمين تي يمن أدبوا باب بإيه رقوا قبطي بكتري توقبتي بوري إن النبي أهي من رميزتنا ما يبوري كاذب باتا شيطان ورمانادي قجه دها دبوي ينبو الشيطي وما المشيدة هي دبك النبي برهان لو شيطة وكلو الشيطي كطورة بوري إن كان أبو مسلم الخولان هل غطور وهل غطورة دبك يبا بختي كعلي يوري وبختي صدح قرمك وكعلي دبك حبي يلي واي سكرح الوين هاي سكرح فريستي سكرح رميضي يوحور وابا شيطان كلاين رافيه سيدي فهاجر من اليمن الى مدينه رسول الله بسؤال ابو مسلم الخولان يمن بكسو تغي مدينه سؤال النبي مكه ونوليا ونبي الله كرمه وحي دحي اوغه شيكهيو وانا مسلم هذا اسو نبي ارغب اسلامي صحابه اليمن لو درو دعاد با يكون اسلام مركم مدينه اسو دو يحي او مالن او جيرو النبي نف بخاي لحبالي عليه الصلاه والسلام نبي محمد او دنتي مدينه سو غلي فلقي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وروى عن كبار الصحابة من كاسوي صاحب المعجزات أبو مسلم الخولاني ابن تيمية وحول ومعجزة من معجزة الرسول أبو مسلم إنه قبان ومعجزة للرسول لماذا؟ يا معجزة ما النبي قال اسكالي أبو مسلم قال اسكالي كرامة حور ابن تيمية هذه كرامة لأبي مسلم ومعجزة للرسول ورنتي لماذا؟ محلو كرامة يا أبو مسلم الخولاني لإيمانه لإيمانه بالرسول وبالله مركو حور وكرامة له ومعجزة
للنبي محمد عليه الصلاة والسلام صاباش أفهن كل كرامة لولي من أولياء المسلمين ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وحي رميسي لغو كرامين يا دين كالنبي يا الراعي رسولك الراعي مركوا الله بس تقولوا كرامة داس سعينك وينك قيمة بدن وحور قال أبو مسلم خلنا وحوجي حدثني الحبيب الأمين هذا الوراق السياق هذا الحبيب حديثك ورنا يا حدثني وحديثك يتبيي قبل نوي أبتر ستابه لي الحبيب الأمين نك أن شعلاي أمينك الحبيب إلى قلبي ونفسي المحبوب الأمين في خبره وروايته ودينه أما هو أصدق الصوماء نك أن حكوا ورنا يا فحبيب إلي أنا هو أن شعلاي بوراقتي ولا قد شعلاي شخصي أهم برو شعلاي بقى وأما هو حق الرواية سواسوه ما فعندي فأمين في الرواية أنا وشعل بهذانا مركو حورنا هيو وآمي هاي بوري وصحو كدرين وحنا كقاسرين هذا الكنابي محمد وأما هو عندي أمين فأمين وأنك أقوم أوي عوف ابن مالك الأشعي أما وابدل إداء ما وابيان وحدي جرتين عوف ابن مالك الأشعي وإنك حبيبك أي أمينك قال وحولها الحبيب الأمين كنا عند رسول الله رسول الله بن أكتشوغني تسعة أو ثمانية أنقو السقالة أما سديدة أو سبعة ما تضبعة فقال نبي وحيري ألا تبايعون رسول الله والتفات بكجر يقولين وداده ومعاجرة ألا تبايعون رسول الله رسول الله ما بيع الله قشان أنا ما بيع الله قشان نبي مردي مقامك وحكينا يا مقام التكلم وي. ألا تبايعوني وي. نبي وحكري مركة ألا تبايعون رسول مقام الغيب وكدغي الغيبة يكدغ ألا تبايعون بعم الله قشان ويقعنت سياطان يأهدي رسول رسول كلاه فقلنا وحين قد بايعناك يا رسول الله رسول كلاه وان كلب الله نسوانك بعد كل قل ثم قال نبي مرلا بعض وحيدة ألا تبايعون رسول الله ما إذا لبع الله قليني رسول كلاه فقلنا قد بايعناك يا رسول الله وحيش نبي قوه المامي وأعضي إن أتبع الله قشان ثم قال ألا تبايعون رسول الله مركز صدحات بأقادين نبي هوش الله صدح قرب عيلين تري وحي وربه أما ربين ومضى يفهمه مركز صدحات مكو نبي كو عيلي قد ما هوشو نبي أتبع قشان ويقجي هاي أرنك الله الصعودي بل نبي قورك كده قيست قال حول السحابي عوف المالك لا شعية فبسطنا أيدينا أو أيدينا قعمها نقبا نفذيني فبسطنا أيدينا قعمها أنت نبي الله واطق عنتي بعنا لقى وقلنا وحن كنري قد بايعناك يا رسول الله نبي الله قام يواكو وري ما لو بن بيعك ولا قال لي فعلام نبايعك الان وي حتى محن بيعك ولا قال لنا شلي اما ساكن بيعك ولا قال لي احد ولا قال لي حتى واكو قعمه نقبو محن بيعك ولا قال قال نبي حوري على ان تعبد الله الهي كل على الهنا العابدان ولا تشركوا به شيئا اذا شريك يلين إلهي إن العابدان عبادة رب جينا مخلوق أيضا لو ذا جنين وإله وحبا أيضا قدرين أيضا كلارين أو سيدك آتو جسان أو حسكو سيدك إسان والصلاوات الخمس شنط الصلاوات نؤد داشان شنط الصلاوات نأتكا أتكاتا وتطيعوا أبيعان أمراد يمام الكيطالس كان أوغان ستان وأسر نبي حوقري كلمة وارد خفية قرصون لأن باب التكليف ماء انت باب التكليف نبي قرب وقاضي تعبد الله ولا تشرك به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا بناك توام هاي وقبنمو يا مكارم الاخلاق ان وجوب كقمين او نينك اسو كسوبخي كرو هوس لوو شيغو مرد هوس لوو شيغاي ولوو قرين كرا دغتا افو كو ساري كرا واسر نبي حسر ايست كلمه والخفيه تنقر ولا تسال الناس شيئا حبا اوغليسن افرتورين سو شيغاي عدم الإشراك وعبادة الله وحده الصلوات الخمس طاعة الأمراء أفرت أما صدح ذا إيو مد أفراده ضدك إني ذا وحبا ويدي سنين ولا تسأل الناس ضدك إني ذا ويدي سنين شيئا وحبا هوا يراده وحد الدنيا لقى الله إياه سياقة قطوصة يوحلو جيد وحور الزحابي يودتك ومسلم خولانها فلقد رأيت بعض أولئك النفر فلقد رأيت ومسلم خولانها أرني وحان أركي بعض أولئك النفر السجى عوفنا ويكسو غنطة سجى سيدايير بعض أولئك النفر
كوحدا بركود وحان ركيبوري يسقط ودعى صوت احدهم مثل شابوكي سبا كدعي اما كرباشكي وأشدوا من هذا الشيء الكيد باكر دعيس فرس سو صار يا شيء ذلك وفرس كقرا إلى أمرتك أشوا كو جانسن لا كو كحيزن لا باكر دعيس فلقد رأيت وحان ركي بعض أولئك النفر كوهذا يجا بركود يسقط دعاهيو صوت أحدهم متكود شيء ذلك سيما كر شابو جيس فما يسأل ويديسن ما هيو أحدا آدم آدم يناول إياه أسوديبه صورتك صار يكدعوش يسو ديبا كو حرت هوس جوجتي اصحابدي قرابد ديما يسو ديبا يا ولالي رتيك بو فريسنيا و اشبو قادن كدبنا رتيك بو كعنيا فرسكي بو كدغ اشبو قادن فما يسال احدا يناوله اسو ديبا اياه صوتكي كربا شابوك اما جيدلكي فاصحابها كجرا واصوليين او بانا ان ورقه لو اخري اشارتي باج لو اخري معي هلي نبي وحوري وقال ولا تسعوا الناس شيئا ولا تسألوا الناس شيئا شيئا ونكر معطر هذا في سياق النهي النهي دهات طيب لو حبال لقى الرئيب هاي بارك بعيه وإن دم ويدي سنين يعني وسياق والنفي لكن ظاهر كسيدة مقتل لك وحلو جد والنهي ولقى الرئيب هاي سيدنا نقول عموم باكتر عموم كيو كحن بارين عموم كيو كحن بارين قل أو كثرة وإن كان حقيرا لأن العموم كو دلالة العموم على أفراد وكلية شيء غير شيء وين كقيمها بدن كان قيمها رهين روح قريبها النقطة صاحب صاحب كان النقطة شيء النقطة كلقات ملا حكوا عامين أشخاصتي أعيانتي أشيادي قلة وكثرة حقارة إيوه هي غير كذبة ليس كلقات رجاس مركب حكم إذا ثوبان باكم إذا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكم إذا حديث في السنة تكون برتين ما لم بنبي ثوبان يا صحاب الله الله والله فدي ما كان النبي يقول من تكفل من يتكفل ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة نبي سيدا سيد يا إبا لنقاذ يا ما أنت إنو سن بن آدم وحويدي سنين أنا نبا لنقاذ هل كان وفدي إنو جنة قلي أهو العضك أليس فيري فقال ثوبان مولى انا يا رسول الله النبي الله انا انا كو بلن قادي ان انا بني ادم وحودي سنن كان اي بلن قاد عور تابعي فكان ثوبان لا يسال احدا شيئا وخد انت يعني هؤلاء صحابه كسو بخين واحد كسو بخي كرتان ما وحودي اسكدا يا هدي ما انت لو يراهدو هبلو ما يبلن قادي ان انا بني ادم السلام عليكم دهين تذا كو بلن قادي مي هيلي كرتي واخ ويديس اسكبا دا الدنيا كلا جوج ورانا عام مستقليه ودوك فرح لا جلين كليه بلن قادنا وا ديار مي هيليس بريا كلا جوج وركيت با طيب ان الباهيد هذه يدنت يرتا وبك يرتا قالن كي سو ديب كان كين بل كان سو قبو اديك سو دقم بو انه يهب انو اديك سو بنادو ان عدينا اي سؤال لعبد الله مارك سؤال شو حلو قال إذا كلية كاش كأون كاش كبس هو شو ما كاش كبا فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا مو بفري هو شو السكر رقبا به هو شو كصباحي إذن أصل السؤال الناس سؤال الغير وحوي وشيئا وناكسني الأصل في المسألة النهي بأصله ماشي دون هالنقط من باب الرخص والترخيص والإذناب على غصور ربا مال خاص عند الضرورة يما كي باهي جرتو هاولاها كسور ريبين حديث كنا كميدا مركي بنان توكالي باب من تحل له المسألة سو ترتيب مسلم سو مار تاوش وانا قيدو قبن بدود وحاوي عوف من مالك يا ثؤمان يا هوش السمايين بنا آدن نفط بها كاب حيسين وحبا أقول دقاق وكب أذقب النمو دقاق ذو رغن كاضحي أداد كيرو يسوما عند الضرورات أنكو قابس السؤال ضرورات نواتا حدنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما لبدا ولد عن حماد بن زيد قال يحيى وحوري في رواياته أخبرنا حماد بن زيد بوري عن هارون ابن الرياب ابن الرياب نوال آخر يا الأسيدي حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيسة ابن المخارق الهلال السحابي الجيل قال حر السحابي كاس تحملت وحان قاضي حمالة
قام بان قاضي تحملت حمال حمالته عند العرب ومركات مق قاد مثلا مقو كالات قاد وحدك دنت هذا هاي ودن جودة أديك أنا كقول علوس مركات تونك أريدت يا حمالة اللي هذا لبر لبر بيلود ومثلا إسكت شبه يود دجال لمي ديك بال إسكت شيء حوله والريب المحير ربان شان ديك جود بيرادين يال إلى أور جودة أما الله سينا حبضه يوضع يال ورمقني بايت كم بقى شان ريب اللي مديدين ها أنا بحشم بقول هلا تون كيغا وقاسني ميدا أنا إيجا صدون حبدا نجوتشي كلا فريست دال بقابوتشي لما يزدي لي سات كلا قبات ما تقول هذا بقولكم ما أقوله وديدين وين كره توري بان قلنا يالك أصلا كذا شو بايا بعد أنا بحنا بالكلا فريست يعني طائفة فر طائفتان من المسلمين شخصان من المسلمين دنجود واحد أقاطي أذكرنا كقول علوس أيها حمالة اللي هذا عند العرب نقول إني ما يهد مكارم تكمل داي صومال مكارم تكمل داي أو شانين كي قاده وأقدم لك ويش بده شو نين فتالو خريبا بالوار كايا أم حيقلي أو شارو ويا وذات اسمع ولا لقوله هذا يزدلاني هذا محاضر كاقلي ما تشرتو عند العرب مكارم تقولي بنين كي أو شاس سمايا ويكو كلمين شرين هذا عجته إنا يجو خوك لا دانا قابعين قيل بصاصة يا جا سيف عم بديج هلينا قيل واق مكارم تي أخلاق لو أنا سنة لسكو لسكو طايري أهان جرتي لقاد وايد مات من تحملت وحنتك ورتي حمالة قام ويا عليس فأتيت رسول الله رسول كلاه بنو أمد صلى الله عليه وسلم أسأله أنا ويدنا فيها في الحمالة إذن وسؤال بنا عند العرب عبنا ما أهين نبغى وقوع أمانية، فقال وحور أقيم نجو شوك نلتشوك هذا وحما هينه حتى تأتينا الصدق إلى جيل زكاة النوي ما دحوري صدقة أنت النوي ما نيان شوك، وفنامر الله كبيها أنكو أمره حمالة أنكو سينه، قانت أذ قاضي حوله أذ ككل ببعض المسلمين أن أمرك أيضا أنكو أمره قال وحور السحاب ثم قال أبو حرياء قبيس قبيس مثلا أنكو عضي ضنت هذا هرتو أنكو قبت مسألة فقه أنا أنكا صحو إن المسألة تبريض وحويديسك أدام الله ويديس لا تحل وما بنانو إلا لأحد ثلاثة صدح متكود أم بي بنانت صدح نين متكود أم بي بنانت سؤاش وحكا لي وحاران أمو وكراه ويرمك ويرتك نقول كوباد رجل بيو بنانتا يتحمل تنك أوريتي حمالة قان إي عليس فحلت له المسألة سؤاشي بريضة أو بنانينكا حتى يصيبها إلى أو دنتي حمالة هلو أصيبه مركا دنتي سل ثم يمسك مركا واكجوك سنة سؤاش قانتي يا مركو والله قد بحيو لسيو ذي مهي لسيو ذي مهي زيد غلي هذا تدعى أقوم بحورين مركي انتي الشيغان لها الوزيو ضايا مساد محورنا ويسيو ضايا دكس محور ويسيو ضايا بيل با مشى كفر مايا مرك قارك نس بتالي الله والله بالله ولا سيو ضايا ثم يمسكوا وانا توجس باهدي اتسك تي مرك لها شو وان لتوجيو لان الضروره تقدر بقدر كذلك الحاجه دنتو هدي اللي هو ولا توجني نكاسي مرك وا مخي وا دران يقات عليس بوقاضي قام بوقاضي تنكو أورتي وهاول أساك كبلان كعلوس أرين بلشوء أمديات وغا قبانية زكال لغب بحية أي صدق لغب بحية أي نقص كتك نابا وإن لغب بحية ننك اللباد أبنات سؤاش وحاوي ورجل نوي أصابت ويكود عضي جائحة إبرسو جائحة وبلايدة عانك وين موقتك بابئسة روبك وفكذي قريوك قدمي دبك وقبصدي أي لا جائحة وإبرس ومصيبة ظاهرة حولها مرسة قلوا دون أبوحي وحكوية لهم باطب قبصة قل باب الله قعي بكارة هذه بيرة هذه ويبا بقاضي بسعودة فتحة هاي دوفارنا إذا كانت سوقعي قلوا هذه أنت لك دقي إذن والجائحة والمصيبة الظاهرة المدمرة للأنفس والأموال بجائحة الليلة هذا تاسو اجتاحت سلك كم مرتي دبر جويزي ماله مال كيس فحلد له المسألة إنك سؤال شبه أبنان حتى يصيب إلى وهله قواما من عيش قواما نفعلس
ومن عايش نوله وحون نولش وكوس إلى تكيليس حول جوسه وشو ما حولي يقدر ما يقال أنت كيلي وهو ذا ما وحات كعد قش أنت كيلي سوم بعد سويش وقف فرنت مركينة قريه كاد مر نقد لسات الله ما أقوله حرام هو مساكين تانا ذا كمين نقول أفسه ما يعتمد وحات كعد قش ما يغذي ويعشب كيليس ويحكدم بيه ممنوع حتى النبي حتى يصيب إلى وهلو قواما من عيش ما تقوم به الحياة وهي قوام قاف قد يلا كسرية قد يلا قوام لا واعتداء مرك أبو القاسم الراغب الأسباني ما أبو القاسم الأسباني ما قوام سنة مسوى قوام سنة قوام يا مسوى قوام إذا كيديت الله لو ضوى الله أخرية حتى يصيب إلى وهلو قواما من عيش وحير النوال الوجدة وحنبر كيسة توسية ما يقيم ظهره أو قال أبو حوري سدادا من عيش نوير أو دماش الدولاش أو ده سدادك أسل كيسو ماش الدولاش وحل وقفية لك هذا وحل وقفية الضبال كأيو هروب كأيو ما لهي كالدولان وحل وقفية سدادك اللي هذا سداد سين كادي لكور دبانا إصابة يوحى أصيبتها لهذا سد سدادا وإي أصابه إصابة مركتين كقرودة أما سدادك وحق فيه وي ما يشد له شيء وحق فيه حتى يصيب إلى وهل سدادا من عيش وحنا لش كبوم بلوج هذا أو عريسكي وحق قبطة نينك صدحات وفرصة صد لبضع النين لبضع النين من تحمل حمالة إيه من أصابه جائحة اجتاحت ماله نقول مخاطئة لور هذه مده هلا بارا مده محايا لي مصيبة أي كل حقا ومصيبة ظاهرة إن كان مخاطئة ما دون طوي ومغلي زي نجيب لها قبر قيسي روب كبير كوها بسدي ويدبا قاب بسدي ويدد كورنبا مقلي واستفاض مخاطئة ما دون طوي من تحمل حمالة نمان كميشن كوها رتمي ريه بلها ياك على قبط وقان سيب الباك هارح فريستي وحيس كوها يستين الطنك وريتي ساقال رقاقي وركان سوقو قلها إياه بيشودن بايزغارسيني مخاتم مدن تو استفاضه كفلان نين كان دنباسه ومخاتير بالغ ربا صدحات او شوي كل دوانتا ورجل وينك صدح اسابد واي كو دخل فاقه باهي با كو دخل باهي و باهدي بنادك مره خوب هلا مره خوب وايا ورجل وينك صدحات اصابت واي كو دخل فاقه باهي جاجو معلول حتى يقوم الى يستاغا ثلاثة صدح من رجال ثلاثة من ذوي الحجة من قومه كويدا أبو داود حتى يقول ماشى يقوم ماشى حتى يقول كترت وانا مركب أبا هنيسي تقدير أمر هذا مسلم تقدير بك أبا أنتي حتى يقوم إلى استغن ثلاثة صدح من ذوي الحجة تتك عقل الحجة والعقل حتى يقوم إلى استغان ثلاث صدح من ذوي الحجة تدك عقلك وصاحبك أو من قوم التركس أو فيقولون أي دهدان فيقولون القدريس أو أي دهدان لقد أصابت وحاقود على فلان هبل فاقة باهي مع علبة قبصت أي دهدان حي إلي باهي ذاذو هي بكتداد شيء قرصون وإنت بدن باهي ذاذو وقرص أي قرصون طيب مالك واسك وقرصون ياي هذا يجي حتى ما دور روبك بابيو أما ضبك قبسدو أما ضوفانك وها بسدان أما عل سود ولي بقى عنتكم مريو وعقتكم مريو وواحد ظاهرة لكن مركب باها طويح فراغ وكبحان سيان لفهمين هبل من كيبل أبرين سيد ورماء حقوق وخارق قبل ولي خارق وهو القرصون مركب حلو بان ياي ثلاثة من ذوي العقل من قومك ولي صدح انه ولي وفيرون او درعيه وفريديه او وحكور قال وين يجين مغفلين لما بار مغفلين هذول دركسون ما نشا عبي واي يحكوا له بالوابا شاه ما انت كعي وعبي واي وانك قاتايس مغفل وركي وحلقا سو قادم ماي نين دغلو درع وحال ربا درع وفهم ماي صدح وين يجين وين اصحاب العقل نينك عقلك وصاحبك قرن يا حول سي كدعي كرتا نكون نكارتين يا سو شل انت لعقت كل شيء عند هذا وبانا وحين لفهم وين طول كان يهينو طول كان يجا أوه قال بدن أحواش هذا وزع عليه زوجي إني هبلي إني هبلي
إن هبل باقر دران رتقان هبل باقسكالي حالي أغاسو قرتي مادان دقي سنيني واسده حول إن هبل ولقي وآبي قيل ميالانين أسوه قيل من غدامري يعري إيا الله إيا ولها ويدي هذا إن هبل هبل رتقان إسكو هايستان أنا علي أنا على رتقا أنا دقان شيري إن هبل بالي هبل لوا ظالم هلا قرعو سيد بين نغطي حيوك قال طلقا واكا ورقبان حبيبك يا حاسدك محلي حنت هذا ممو قال لي ممو حبيبك يا حاسد كابا حنت هذا ممو نينك حاسد وكتبك قال لي إلا ونا قضاء ديبا هاي ونا قضاء ديبي مركا وكوكود دبا تشير وليقيم وكوكود دبا بردنا يا نينك وكوكود دبا فضلنا هاي مياه ورقا دواي حبيبك هذا وقع له واكا ورقبا وحد عاوه كبار إذي حالة دو عقانا يا واكا ورقبا إذن من ذو الحجة من قومه طلقة باهدا أتسيقت وين مرق يالته وولبا يدهدان صدح بأن عقلك وصاحبك قرابضا با يدهدان حقالتا لقد أصابت فرهبل وحاكود علي فاقة بهبل واباري قعن سبحك جر وارافين فحلت له المسال نكا سواشا أبنان حتى يصيب إلى وهله قواما من عيش ونول مركا وكو استولى بكستو السه أو قال ما نبي وحور سدادا من عيش نور الأنقفي سميش الدليشي فما سواهن وحي صدح ذاك الصهر ومن المسألة البرية توقسئة يا قبيس وتقبيس صحت حرام وي صحت هلاك وي يا قبيس صحت بغيد غنانيك لكن المحفوظ وصحت إلا يجاد حديث صحت إلا يجادنا اعتقده صحت وي آمن إنا يتهي حرام وفعل بدون قدر يسمى مقامك لا يقوى وحد آمن تائني تاي حاران إيو وحلوها لك سمي يأكلها وعني صاحبها كي عني سؤاش اسكالها سميني سحطان يدو حاران وعني إذن صدح روحان كأين وحاران كفقو حديث كسونا كأنكم مرأ المسائل حديث كسامن وجندب المسائل خدوش يقدح عفو كدوح يقدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا باقيديا صدح النبي وشيغي متكلا القدري ينبي وحديثك القدر إلا يسأل ذا سلطان أظن قام أنقاذ بحمال أنقاذ أما جائحة إنكو هاب سنين أما إنت باهتو خارق تلقى إسان كاما ركعين باهية معلول يحبيرين كاما ركعين هذا إسكبر دقان وإسكال لذان دولد المسلمين تا مدحتو دا هانتا دايك عانتا كوها يعني بنقيدو تشبيه دان الله دا واد كفو شنكر تان داد ويديشتو إلا يسأل دا سلطان نبي حوري سمرو سؤاشي بريد بن آدم هو دخر وجه دا كود دخر يسي كفكو ننكي مركز ساد مكادو وقاتين نيول بوجه ساو طرو أما حكتوها بابي إلا يسأل الرجل دا سلطان من سلطان الدولة وصاحبنا وحودي ستمه إيه أو في أمر لا يجد منه بدا أما شيئا لقم مار مواصد حدا صمر شيئا لقم مار مواصد حدا الله صمر إيه يحدث وعد إذن الدولة دوحي اللي ويدي استوي كده وانت هذا بنادن كم قال ويدي سنة يسوي مركا دان الله ده هاي مدحوين أوقو تقتو يوزير هانتي إسلام هاي وان حاران هاي ما هذا عن قال إن كون هذا دو تقتان ما كون حولو دو حاران وحد قاطعه كنا رجليسا سكيل علي هاي علي ها وارهبو إيه ظلم إيه حرام لقد عين مسلمين وي حقيقة كيني كوا إسلام كات كل شيء جيزا ما قال الله يا سكيل علي اللهم إن لوجي إنك هاي الملك لك الشقي استوي كعب كابر هنتي لا يغنوا جنوا وحكاسين مويين حولها لقد كينو دولتها لقد كير كوا مسلمين تم تليا حولها كين هيا يعني مسلمين بانسين إلي بدن كيت حرام وي وحق الناس مشاركة دوك أديدين وي قولي هاي دروك هاي دعين وحي كقاتين وي لا لوش يرشو وي ريبا وي خمار يما يسوح لغا كين وي خمر فرع وي مسلمين دي قد اللي قاتين وي كوالا دمي وارجح يسوح لغا دعي وي اسكا إلالية وقرب نجاسة وحن قال لنا دولة إسلام بانو قال لنا حلو أدون قمان بان قال لنا وركن تدقى دان لا هذا مرتدين دي يزناد دقى
يوح لقران واي هاو شاسي هذا لسكي إلالي حوك سدو شقيستا حرفا إلهي ذن بري مسلمين بطقلاتين قبعة لان ديراء باهي أولي من ميساني بختك إسكا إلالي إسكا إلالي هل مسألة أنكو درياء ومسألة سؤال شكوش قلو لبدا وين بدا لسوعي مسألة وحاوي توكسي مساجد لغا توكسدو توكسي مساجد لغا توكسدو سؤال أصل كيدي محايا هاي أصل كيدي ومنهي عنه من بنانين إلا لأسباب ضرورية ونبي وكرد جاي هذا ما قال صو جابيو أفر الريموت صدق الحديث كقول عضي قبيسيو حديث كسم وجود قضية وكتم إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أفر تحاله مساجد المسلمين تعمرد بحيل وجود كنا مساكين بكده حجوك سني قيلوا بالله بدل دلال كي قران اخر سنه قران كي كوس واسيا كي صلاه كجيره وشكنيا كي ورد لا ورد با كلا فكنيا ما تصبيحي سنكرتيد قايلو دواق هل سنه ودلدل مايا بين يا بختنا وسكو قفلهايا انت بطن ونو با كلا بخي ما هو حكومه مذاهب تافرتا حيسكو وافقسين سائلك وحويتي سنه امضى امساد كدح استاغيا هذه أرمها سو كتل مامي هاي وحلاسية ما بنانو بسات كان وين لقعي لو بنان كل جي نيك وحسيانا وآثين دمبيلوي سجبا دمبيلا نغني صدق أرمها سو ما هاي سائلكم مدح ودي سنة يك توك سنة يهدو عطير وضد كان نحية وكل واقع هاي أما كم مسلم كي تكن يوسواسنا يجهر بمسألة جهرا يضر به الناس رواقه وانا سدوا بذات ولا نحي كأهر يا كودن بدك تلا بدك تاجعية هذو رواق دير ودك دبا أو كشيء جي كتوك سنة أما دك تكني فدي وكتل طلاب سنة أما كتكني وهر مرايو أما أبين شيء جي أما الحق كودين شن تاقو بلقيه لو وحران إنه نوح ونوديست إنه حلاسين وحران وحلصينا وحاران أسقونا واقعنا هوشا بنانك الله في جنية شنطم يكبت بلان عدر الحاح وروانكم مقالي آمص وذاك كريم وباللابي سيدي حين طبلا صار سوء تشغليها بكل دريريسا والله بابي ولا ركتي يا سيك لدران دوق ديرو مطر ديبا الحا سؤال كوع العليو تلابس وكتلابس ومضو ضحية عالكن تكوردو جيس كوردو كي تكوني وهر مرو هم بين يا بختي أنا وحكي تري يوشيغي يا وحكي حالي مق حالي مع عشين وصاك مقرع عن وقذ وإيه جنب سين ده هاي مانزيني سكر بان قبا دي كركي بيجسوب بود كان وي كنين كبار رم ماضي وح على شغل كل هاي يسكو أدين هيا ما له بلوه تاجية ما لين كسم دير هلي نو يكوله قارس هلي سومر نعمر ما هو ملا مانجا هلي يجوي تنس عروش هلي قارسي وعمر سكو در در وحدي وذا وكعو أجو تجدك بس قال الله صاري تجدك سبق ويبسم كسر تجدك ملك لو كبعايا وين نقول دعوة لكن نقول دعوة أنا عبد النور بدور ننتانس تقوانا وان تجد أجويني وأجد بإمام كان راعي صايدين ورب الدوري مو بقويبة وحوري تيجي كأبن هلا يقدوا وحور رواه غلية ودي بقول عليا دورا ما سعده تيجي نقاط أنا قال شن تبغى ما كون كشين لو دكون لو راعي لها شن بقول الله هركون يشن نزي ما له سعدان مشر بين وقتك سدان هذا كون بدو وكل بان سؤال شن واع العليان هي كي تكوني وهر مرايا وانا كتلاب سنيا ارمها عشان تاده اسكو درصدا مدايب تأفرتا وحيليه ان اي وحلا سيوا حاران هي نيكي وحسين واكو دنبابي حنفيو ايو ويكدر وحيدة هذي وحيدة هذي نين لي خلف ايو حول لو كنت قاضيا لم اقبل شهادة من يتصدق في المسجد الجامع وفاسق بوري سيادك جامعي جمعان لقد تكدو مسكين كي استاينين كي حولا سيوا فاسق بول
مخلص الله أقبل ما هي معي، لأنه يعين السائل على أذية المسلمين. سائلك قال من هياب المسلمين تؤمن ربه. ولذلك كمذا وحوري ليا أبو بكر بن إسماعيل الزاهد وحوري الواهب بفلس يحتاج إلى 70 فلسا ليصير كفارة له في المسجد الجامع. مسجد الجامع تقصدك استغنينك هل شلين سيئة وحيوب بها يا ايبوري تطبعات شنو صدق قيس تو بنان كو صدق قيس سي كفاره او نقوت دم بكو كغل مساد غديس شيلين كاد بخصي با او باهين اد هي كتوبت كينتو بقول كشيلت بخصي دم بيد وخلو دافي كرا انا تضوب ولا متضوب كون اد صدق قيس تو بنانك انا انا فيلك سي لا غاد ايو وي فغيين مالك بل ودي وحل الكور وحور يحرمون ويطردون من المساجد حور سائلك في المسجد الجامع مسجدك الله قبحن شين لسين ما هي محايا إلي ضدك يدب أيام بور مالكي أهل المحاود إلى والأصل فيه حديث صحيحان كيكينا يسونا قد قرن إذا ننك مسايد كي هذه بادي دي سمحان لي قيل باك أفك هذي بابور 8 مليان لقاعد حي من لباطن يشن مليان لقاعد شي ذي مسجد كام لقاعد نادين كرا مسلمين بابور كي هبل هبل ها إساوي إساوي كا يورشد هبلاء هاي كان هاي بايقا مقان بايذنك بايز الله سودوي نبو حوري عطر الآن لا رد الله لا رد الله عليك نكا محوي هذي هول الدنيا باهي الدنيا كشيغي في مسجد الآخرة وكشيغي توقصدون حولة تاقية مدن آخر ولا تاقية دن الدنيا سوى ولا تاقية وحيدا هو اسكباب هذه بايذ المسلمين تقيمها بني الذي مزالك لقى النادي أو بيع يشري لا لا أربح الله وتجارة كل زجيري مسين كم الله كري أوف بالله وعليه بناك إستاك ماشى كباه إستاك كباه ألك أنا نقصك يدين كنا مكة توج جليزان بناك عقوسية أما مكة بحسن بناك عقوسية مساجدها كو آفيننا كذلك المالكية كذلك الحنابلة والشافعية قويس قلت الله برور مساكين تؤير نحاريستا هاوشنا فضي واء الشافعية والحنابلة وحيدا يقول الأصل وكراهه وين البنان تين وحلا سيو لكن أدابتها الله برو الحاحة على غلط دقالمو بنتها على غلط دقالمو جهري دواق عدك على غلط دقالمو هؤلاء يتريان أنس عنين وحيدا وحا أدري شرعي إن حديث كي أبو داود هو بابس في كتاب الزكاة باب المسألة في المساجد وذكر حديث عن أبو بكر عن أبيه أبو بكر نبي قال مالي وحوري يا ما أنت مسكين وحسيي أبو بكر نبي الله أنا سيي هي مركا مسألة كسو أن سوق علي يا أركن إن سائله مغا الله إليه عبد الرحمن بكر صديق وتي كبس يا يعني حبال أنت كقاضي يا سيي قصوا نبي كو أمانة حديث كاسيد دليشن حديث كاسيد راجع ضعيف هل كحديث بنوي إيو حنابلة دليشن وأنا ضعيف لما سهل إيو حل النبي محمد يا الصحابي التابعين مساجد إن لقد تقصر رقم ما هاي دبات السوكر ده حل النبي يا الصحابة إن ما ملكوا استعجل وباهي لا يوحك قبته وحال مركات عن لحليه كمسلمين أهان كم مولان ويجري جرتي أدل لنا لذا لكن هوش الحرف ده نقطتين والبس كت بودي شنطة أريمت كبد بعد ما يسهل لتشوشيو هذا تشوتشون ويدان عند الحنفية فاسقين باتين دم بنوات كاكل ميسان عند المالكين آثين باتين وأنا حاران صادق ذلك لورنجي مثل بزاني كتاب قسي غنية المذاكر وحكير ومن منكرات المساجد إعطاء السائل في المساجد بول منكرات كمساجد لقى بابي أبا وحكم ذا قليها الطوكس ده مساجد وحلو الصين يا كمدة أدب وش أصعق على الفافاي مركا أفرت هذا كبد بعده نينك الطوكس نية جاز أمره أو كرها أما وكرا أما وبنان تاي لكن شنتاس أما أفرت إنه كبد بعده أذك حلق وامحي مسكين كهلون حريستو بنان جاز وحلو سي مركا السوق اللي وحسية مركا بحثة وحسية مركا بوقانو استعان نقبته بنان كجيه هاوش هلا برو أدبتا مثلا سهل لو برا رو يان لفظي سن يان لفظي سن هذا مسكين آيد ترورو كادي هلا قاتو كذا هلا قاوردي آموس بنان كتك
il adag bay Soomaali kugu fiirinayaan waxna xariis laawa ah oo baxtiyay bay ku arkaya mas'aladu fiqh weyn ka baantahay qillatul fiqh waydan baabeenaya iska ilaaliya wallahu subhanahu wa ta'ala.